simple present المضارع البسيط. Now simple present لما نحكي simple present دائما بيخطر ببالنا what routine أو fact. أول إشي بيخطر ببالنا fact إنه في حقائق علمية، تمام؟ بعد الحقائق العلمية ال facts بيخطر ببالنا what routine إشي دائما نستعمله every day كل يوم. هاي المفاتيح على الكيبوردز every day always دائما usually عادة sometimes أحيانا daily يوميا weekly أسبوعيا yearly سنويا often مرارا وتكرارا like this. هلا السمبل present عندها شوي تمييز بين ال he وال she وال it وال they وال we وال you وال I. هلا في حال إذا كان I we she sorry they ويو أو إذا في حال plural noun اسم جمع شو بيجي عندنا الفعل مثل ما هو face مجرد أو verb one بحالته الأولى مثل ما هو without anything. بينما she will he will it with singular noun اسم المفرد الفعل شو بيجي معاه s أو es. مثال play بصير plays watch watches ضفنا له es. اوكي هلا هون في حال النيجيشن والانتروجيشن النفي والسؤال لازم يجيبوا حدا من برا بحبوا يعتمدوا على غيرهم ما بحبوا او مش مكتفيين بذاتهم لازم يجيبوا حدا من برا. مين اللي حيجيبوه من برا؟ it doesn't with don't doesn't ودونت بس بشرط إنه الفعل اللي بيجي بعد doesn't و don't يكون فعل pace مجرد without anything. نحكي doesn't play doesn't watch don't play don't watch. طبعا doesn't تيجي مع ال he وال she وال it وال singular noun اسم المفرد don't بتيجي مع ال I وال we وال they وال you وplural noun اسم الجمع. نيجي هون على الانتروجيشن اللي هو في حالة السؤال. كمان في حالة السؤال زي ما حكينا الأفعال في حالة السيمبل بريزنت بتحب تعتمد على مين؟ على غيرها. فبرضو بتجيب ناس من برا اللي هم does والdo. السؤال يبدأ بيجي بعدين الضمير البرونون المناسب الضمير المناسب يعني does معروف شو الضمير he she it singular noun اسم مفرد بينما do بيجي معه ال we with they وال you وال I plural noun اسم الجمع. بعدين بيجي عندنا الفعل ماله face وعلامة السؤال. تمام لهون نيجي على آخر قاعدة. طبعا هاي القواعد اخذناها already في موديول 1 بس رجعنا revision present continuous. من كلمة continuous يعني الفعل ماله في حالة ايش ing بما انه مضارع معناته بيجي قبليه am او is او are. اوكي هلأ ماذا بنستخدم الـ present continuous لما نحكي عن اشي هلأ احنا عم نعمله now at the moment today. لما واحد عم بحكي مع الشخص الآن بهاي اللحظة
listen, look, like this. Okay. نيجي نحكي هون. Am, is, are. والفعل بعديهم I, N, G. هلأ هون الام والis والare بطلت أفعال رئيسية، صارت أفعال what? Helping verbs. أفعال مساعدة. I am, he, she, it, singular, noun, are, they, we, you, plural noun, اسم جمع. Verb ing. Okay. حكينا كمان برا إنه هاي الأفعال الآم والإز والآر بغض النظر سواء كانت helping verb أفعال مساعدة أو أفعال رئيسية برضو ما بتحب يجيب حدا من برا بالنفي والسؤال. فحالة النيجيشن النفي not تنفي حالها. Sorry not. وفي حال السؤال الانتروديكيشن برضو هي بتسأل ايش حالها. انتروديكيشن. نيجي هون بحال النفي شو بنحكي؟ am not is not او اختصارها isn't are not aren't. الثلاثة هدول شو بيجي بعديهم؟ verb I, N, G. في حال الانتروجيشن شو بيجي عنا؟ like this. سؤال يا إما ببدأ بام أو is أو are بعدين الضمير المناسب بعدين الفعل I, N, G. ضمير المناسب اللي هو am تيجي معها I, is, he, she, it أو singular noun اسم مفرد are بتيجي معها they, will, we, will, you و plural noun اسم الجمع.